يا ترى ايه موضوع تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق؟ وايه تأثيره على سوق صرف العملات الأجنبية؟ وايه آليات السوق اللي بيتم على أساسها تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات التانية؟ توحيد سعر الصرف إجراء مهم جدا، وده لضبط فوضى السوق السوداء للدولار، وهيساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. وبعد صدور القرار ده بشكل رسمي من البنك المركزي، هيتحدد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب في البنوك، مما يقضي على السوق الموازية للدولار. طيب ايه هي آليات السوق اللي هتحدد سعر الدولار بعد كده؟ بص يا سيدي، اي دولة في العالم بيكون عندها حاجتين، صادرات وواردات، وكل ما كانت صادراتك اكتر كل ما كانت مواردك من الدولار اكتر، وبالتالي المعروض يزيد، بالعكس صحيح. وفي حالة مصر الدولة بتعتمد على مصادر تانية الى جانب الصادرات زي السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس، وطبعا لما بيحصل زيادة في الموارد دي المعروض من العملة الاجنبية بيزيد، وبالتالي السعر بيقل، والعكس صحيح. وببساطة، لو انت رحت البنك كمستورد او صاحب شركة ولقيت الدولار موجود ومتوفر، فسعره هيكون اقل وهيرتفع السعر في حال قل الدولار في البنوك. طيب تأثير توحيد الصرف هيكون ايه؟ بص يا سيدي، توحيد سعر الصرف معناه ببساطة كده ان خلاص مش هيكون في اكتر من سعر للدولار في مصر، والسعر الرسمي في البنوك هو اللي هيتم التعامل بيه، والسعر الرسمي ده هو هيكون معبر عن القيمة الحقيقية للدولار من غير اي تدخل لدعم الجنيه، وبكده هتنتهي السوق السوداء تماما وهتفقد مبرر وجودها اصلا، وده ليه مكاسب للسياسة النقدية وكمان لمناخ الاقتصاد والاستثمار في مصر. بانكير، نبض البنوك.